طيب مع الآن الأخ أحمد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تذكر الشيخ عن حكم الإسبال وعن حكم وجود قبور بعض العلماء في المساجد. حكم الإسبال؟ أي إسبال في الثوب. أيوة. وبعض القبور والمزارات في المساجد. سمعت الجزء الثاني، السؤال الثاني ما هو أحمد؟ وجود بعض القبور لبعض العلماء في المساجد. القبور في المساجد، طيب. هناك من يستيقظ وجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم المتجنبة، فهل هو داخل المسجد أم خارجه؟ طيب بارك الله فيك. نعم. يسأل عن الإسبال. نعم، بالنسبة لإسبال الثوب في الصلاة وفي غيرها، الأصل أن إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ويجوز له ما أسفل من ذلك إلى أن يصل إلى الكعبين، والكعبان شبهة، وما أسفل منهما في الأصل منهي عنه. وإذا كان بخيلاء، أي حمله على الإسبال الخيلاء والفخر وأراد بذلك التزين، فهو آثم قطعا إثما مغلظا ويقدح في الشهادة. وإذا كان فعل ذلك من غير قصد أو من غير خيلاء، بل كان فيه شيء يحب أن يستره كبياض أو نحو ذلك أو مجاراة للناس أو نحو هذا، ففيه خلاف هل يدخل في النهي أم لا. وهذا الخلاف خلاف أصولي، هل يحمل المطلق على المقيد أم لا، لأنه جاء في الحديث ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. وفي الحديث الآخر من شر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إلى من شر ثوبه خيلاء. فأحد النهيين جاء مقيدا بأن يكون خيلاء، والثاني جاء غير مقيد. ومع ذلك فإن بعض أهل العلم قالوا أحدهما في الجري والآخر في التجاوز، وعموما الاحتياط لا يتجاوز، لا يصل الثوب إلى الكعبين مطلقا. وإن فعله من غير خيلاء لا يجزم بإثمه ولا يقدح ذلك في شهادته. وأبو بكر الصديق ذكر أن إزاره يسترخي لضمور بطنه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس منهم. وأما السؤال الثاني فهو القبور في المساجد، فلا يجوز أن يدفن أي أحد في مسجد ولو كان نبيا. فالمساجد إنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته، وبيته خارج عن المسجد. وهذا البيت الذي عليه الشباك الآن ليس من المسجد، وحكمه يختلف عن حكم المسجد. هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حوله، وكذلك نعم ما حوله ليس من المسجد، ما حوله من المسجد، ما حوله من المسجد، لكن البيت بذاته ليس من المسجد. معناه دخل لكن المسجد، دخل في المسجد وأحاط به، ولو استبد المسجد ودخل فيه السلف على نعم دخل في المسجد لكن ليس منه. هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف عليه، ولا يحل إدخاله في المسجد، فهو باق مستقل ليس من المسجد. ولو أدخل قبر على هذه الصفة نعم المسجد، وقيل أنه ليس من المسجد وإنما قبل أن يبنى المسجد، لو مثلا دفن أحد في مكان عام أو في مكان يملكه، ثم بني مسجد على ذلك القبر، فإن كان القبر قد نبش وأسيل، فإن كان قبر مسلم فهذا لا يجوز، لأن القبر حبس على صاحبه ولا ينبش ما دام به غير عجب الذنب. وإن كان القبر لم ينبش وإنما طين عليه فأزيل فلم يبق له أثر، فهو أيضا محرم، لأننا نهينا عن الجلوس على القبور والمشي عليها. وإن كان القبر علم وترك بارزا في داخل المسجد، فلا يحل الصلاة بأن يجعل القبر بينك وبين القبلة أن تصلي خلفه، فلا تحل الصلاة خلفه أن تصمده وتجعله بينك وبين القبلة. ومع ذلك فالصلاة في المسجد صحيحة في غير ذلك المكان. نعم. وإذا خير بين مسجدين في أحدهما قبر وليس في الآخر، يذهب إلى الذي ليس فيه قبر قطعا. وإن كان ليس هناك إلا مسجد واحد يعتزل الجماعة ويترك؟ لا يصلي فيه، لكن لا يجعل القبر بينه وبين القبلة، يحول بينه وبينه بي لا يصلي في مكان آخر ليس مقابل القبر. القبر لا يمكن أن يكون كل المسجد في مصلى القبر. طيب يا مولانا، نحن سنقف عند هذا الحد، وسنواصل إن شاء الله غدا حديثا عن التدبر، لكن نحب أن ننبه إخواننا المشاهدين إلى أن الحلقات تنزل أولا بأول في اليوتيوب الخاص بالقناة، ترون العنوان أمامكم على الشاشة، وكذلك ينزل في موقعي أيضا، وأيضا في موقع الشيخ محمد الحسن، ستظهر لكم كلها إن شاء الله اليوم وغدا وفي سائر الأيام. شكرا لمتابعتكم. نسيت أن أقول نستقبل أيضا أسئلتكم واستفساراتكم حول موضوعات البرنامج على الإيميل الخاص بالبرنامج، وهو مفاهيم
deadforshabab@gmail.com. فبانتظار أسئلتكم ومداخلاتكم. شكرا لشيخنا الجليل، وشكرا لكم أيها الأخوة المشاهدون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.